السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي حبيباتي، طالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكنا في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. وكما تعودنا حبيباتي قبل بداية شرح الدرس، ينبغي علينا التعرف على القيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع، والقيمة الأسبوعية هي العطف على الصغير. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان آداب الكلام والمحادثة الجزء الأول. فهي بنا حبيباتي لكي نتعرف على تهيئة الدرس. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه الآية حبيباتي من سورة الفرقان، الآية رقم 63. والسؤال: كيف تطبق هذه الآية؟ أولا حبيباتي بأن أفترض حسن النية دائما بما أسمع. ثانيا أن أتسامح وأعفو إن أخطأ شخص ما في حقي. هيا بنا حبيباتي لكي نبدأ درسنا اليوم. فخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن صورة، وأنعم على الإنسان أيضا بنعمة السمع والبصر. وكذلك ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن غيره بنعمة النطق والكلام، حيث قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وهذه الآيات حبيباتي من سورة الرحمن. فالإنسان يعبر عن حاجات نفسه، وأيضا بيتواصل مع غيره عن طريق النطق والكلام. ولذلك أرشدنا الإسلام بأن نحافظ ونحفظ اللسان، فلا نقول إلا الخير، ولا ننطق إلا بما يوافق الحق والصواب. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على وجوب الالتزام بآداب الكلام. وقد أمرنا الإسلام باستخدام أفضل الكلمات والعبارات عندما نتحدث مع الآخرين، حيث قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن. وهذه الآية من سورة الإسراء، الآية رقم 53. كما حذرنا الإسلام من استخدام الكلمات السيئة والتي تغضب الله عز وجل وتسيء إلى الناس أثناء التعامل مع الناس، فهذه الكلمات السيئة تضر ولا تنفع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها إلى جهنم. أي أن هذا الحديث حبيباتي يحذرنا من استخدام الكلمات السيئة والتي تغضب الله عز وجل وتسيء إلى الناس أثناء التعامل مع الناس. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم الصفحة رقم 29 بعد 100، حيث لكي نقوم بحل النشاط الموجود بالصفحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ماذا تفهم من الحديث الشريف؟ هيا حبيباتي ماذا تفهمين؟ أحسنتم. أولا أن يلتزم المسلم بالكلمة الطيبة في كل المواقف، أو يلتزم الصمت إذا لم يستطع كي لا يسيء للآخرين أو يزيد من حدة المشكلة، وبذلك يسيء لنفسه وللآخرين أيضا، وأيضا ينال غضب الله تعالى.